السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني. هاي شاشة كمبيوتر، ماركة ال جي. بس بدي اقول لكم شلون بدكم تفتحوا الشاشة. طبعا الشاشة ما لها براغي، بدكم تفتحوها بواسطة مفك او مفكين. يمكن الصورة مو واضحة كتير. طبعا هي كبس، هي بس المهم بالتسلسل. هاي فكيناها، هذا الغطاء. طبعا كل النتوءات يعني كبس. طبعا العطل كبسة البور ما لا تعمل، وبدنا نغير الكبسة نشوف ايش يصير معنا. اخواني طبعا الشاشة الي هاي للمحل. اغلب الكبسات، طبعا هاي جهاز الابو، اغلب الكبسات لا تعمل. يعني طبعا هذا ما يعتبر عطل يعني مستعصي او كذا. بنغير هالكبسات، هذا من الاوساخ وصالة قديمة كتير، يعني هالكبسات بدون تغيير. يعني بنغير الكبسات نشوف ايش يصير معنا. طبعا بتجيبوا كبسات مشابهة لها كارتفاع. طبعا انا جبت لها اذا مو نفس الارتفاع كمان، اذا اعلى او اوطى بيسوي مشكلة. نفس لازم نفس الكبسات يعني نفس الارتفاع. طبعا جبنا من هدول وبتفكوا هالكبسات وبتغيرون. طبعا اغلب الشاشات هذا العطل اللي عم يصير الكبسات، يعني بعد فترة اي جهاز كان بيتعطلوا الكبسات من الاوساخ او مع مرور الزمن بتغيرون. هاي الكبسة القديمة وهاي الكبسة الجديدة. طبعا الشاشة هي بالمرة ما تشتغل، تعرفوا يعني كبسة الباور هي الأساس عشان تقلع الشاشة. على فكرة شوفوا الكبسة يعني من الأساس هي مهترية خالص، يعني
بدي اغير هالكبسات وبرجع لكم. طبعا غيرنا الكبسات كلها، هلا بنطبقها وبنجربها على الكمبيوتر نشوف ايش يصير معنا. طبعا مثل ما خبرتكم الشاشة ما كانت تشتغل بالمرة باعتبار الكبسة معطلة ما تشتغل. طبعا غيرنا الكبسات وتأكدنا من الكبسات. هو قبل كان الكبسات اللي تبع القائمة دول قبل كانوا مو شغالين، بس الباور يعني. المهم جربنا ما مشي حال، هلا تنفك الباور تبع الشاشة. طبعا انا فكيت البراغي وتأكدت، شوفوا يعني هيك اعطال، شوف مكثف مكثفين هذا ظاهري. بنغير هالمكثفين وبنجرب. طبعا غيرت المكثفين، هدول المكثفين 1000 ميكروفارات، طبعا واحد 25 فولت والتاني 10 فولت. انا حطيت الموجود يعني الاثنين 35 فولت، ما بيأثر يعني. وطبعا هذا هو شلون كنفجر، وهذا كمان كنتفخ يعني، بس هذا شوف شلون انفجر. بدي اطبق بس اشد البراغي. طبعا هلا قبل ما نطبق الشاشة بدنا نجرب، اذا اشتغلت معنا الشاشة بنطبقها. هلا الشاشة اشتغلت معنا، هلا مثلا طفيناها انطفت هيك شغال. طبعا المكثفات كانت تعطي طاقة للشاشة مشان تشتغل، يعني مكثفات كانوا مفجورين ما تقدر، الباور ما كان يقدر بيعطي التغذية للشاشة كاملة او اضاءة الشاشة. المهم هلا هذا هيك جاهز، بنطبقه. طبعا هلا العطل يعني 99.9 اعطال الشاشات اذا ما بتشتغل من المكثف هذا بيصير العطل. طبعا هذا هو الفلاتي، بنحطها مثل ما كانت، جاي لهون وجاي لهون هيك، وبعدين جاي. طبعا هاي بتحط مكانها، طبقت، وهاد حطه مكانه مثل اولي، وبنشد البرغي. هاي الخطوة الاولى. نجي لهون، هذا هل حديدي كان طبعا باللزاق، يعني عندك شي لزاق عريض، هذا مجرد ايش اذا الغطا تركب عليه بيسنده يعني بيمسكه. بس هاي اثناء هاللزاق مجرد مشان ما يتحرك من مكانه، هذا هالقسم تبع الباور. هذا انه هلا بنركب الغطا، طبعا الغطا بيصير شكل كبس يعني. الشاشة جاهزة، نعطيها التغذية.
اللهات جاهز، طفيناه شغلناه. هاي ماركة LG طلعت. هاي الشغالة خلص، هلا هيك نوصل على الكمبيوتر نجرب. طبعا هاي شغلناها على الكمبيوتر، طبعا هاي الشاشة. طبعا هلا في بقى مشكلة تانية بالإقلاع تبع الكيز. بشكل عام اخواني، اي جهاز كان، على فكرة هاي اول مرة افك الشاشة، اي جهاز كان بشكل عام، يعني الاجهزة بيجي تيار متناوب بعدين بيصير مستمر وهكذا، يعني باور، هذا الباور بشكل عام، سواء ماكينة الحام سواء طباخ الليزري، اغلب الاجهزة صايرة هلا خاصة الحديثة كلهم تيار متناوب بعدين تيار مستمر وبعدين وهكذا. يعني هذا المشكلة اللي كانت تحفظوها، يعني يا من الكبسة يا من المكثفات، وإن شاء الله بيمشي حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.